يحكى أن رجلاً كان إذا جلس على مائدة طعام فإنه لا يرحم صغيراً ولا كبيراً لشراهته في الأكل، حتى تهيب الجميع من الأكل أو الجلوس معه في موائد الولائم. فاتفق القوم على أن يشغلوه عن الأكل حتى يأخذوا نصيباً منه، فقالوا له: إنك أدرى منا بقصة يوسف عليه السلام، فارويها لنا. وقصدوا بذلك قصة يوسف عليه السلام لطولها. فتنبه الرجل وقال لهم: نبي فقده أهله وبعد مدة وجدوه، أهلا بكم. يستخدم كثير من الناس كلمة ميت لمن فارق الحياة، فيقال مثلا: دفن الميت في مقبرة المدينة، وهذا خطأ لغوي شائع، فالميت هو كل إنسان حي لا يزال على قيد الحياة ولكن مصيره الموت. ويستشهد بقوله تعالى مخاطبا سيدنا محمد: إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت، تنبيها أنه لا بد من الموت لكل أحد. والصواب أن يقال لمن فارق الحياة ميت بتسكين الياء، لأن الميت هو الذي فارق الحياة حقيقة وفاضت روحه إلى بارئها. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويستأنس بقول أبي عمرو إذ ينشد: أيا سائلي في تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. إلى اللقاء.